أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا لن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار من أساور من ذهب ويلبسون مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر صدق الله مولانا العظيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأستاذنا وأستاذنا وسائر ساداتنا والصديقين الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد من على الأنبياء تقدم وكان أفصح العالمين منطقا إذا تكلم سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. اللهم يا ربنا زده شرفا وكرما وتعظيما وإجلالا وقدرا وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. الحمد لله الذي شرفنا أن نكون من أمة حبيبه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله الذي نورنا بنور الإيمان والإسلام وجعلنا من أمة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له في علو شأنه وعظيم سلطانه، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله من أرجح العرب ميزانًا وأفصحها بيانًا فأوضح الطريقة ونصح الخليقة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وخلفائه المهديين من بعده ووزرائه العاملين في عهده، خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمراء المؤمنين حضرات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي القدر الجلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Every time, O Muslims, believers, every time in our life is counted. Every moment in our lives is counted. Every second is counted. And we are only servants that has no power, weak and helpless, to be like a good and sincere abd to Allah subhanahu wa ta'ala. We are weak servant, and that's why we cannot raise our head and we say we are here. There are only
Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is the creator, and Allah brought us to dunya and taking us to akhirah is a journey. But in that journey there are obstacles and difficulties and problems and all kind of serious miseries that is encountering the whole Muslim world. But Allah subhanahu wa ta'ala is merciful. And Allah wants to help us in our worshipness, that if we are worshipping and being accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. The best worshipper, and we can say the unique one, is Sayyidina Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam. That Allah subhanahu wa ta'ala has raised him under his gaze, and he brought him in order to be the master of the messengers from Adam alayhi salam until day of judgment. After him there is no messengers. He tried, Sayyidina Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam, he tried with his ummah not to burden them too much. When a Bedouin came to him and said, Ya Rasulullah, قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ, too many laws I have in Islam. He came to Prophet sallallahu alayhi wa sallam and he said, too many laws, give me something easy that it will benefit me. I cannot do everything. He said, اجعل لسانك رطبا بذكر الله. Keep your tongue wet with zikrullah. Means zikrullah is the Holy Quran. Means keep friendly with the Holy Quran. Keep him as your friend in order that Allah will save us. He didn't give him more than he can carry. But in reality, the Holy Quran, with its meaning and interpretation, can carry the whole universe. Allah want to save Ummatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam. He gave them precious times in their lives. Like today, we are in the 3 months that they are very dear to Prophet sallallahu alayhi wa sallam, where he said in his hadith, Rajabun shahrullah, wa sha'banu shahri, wa ramadanu shahru ummati. Allah doesn't need a month. When he say Rajabun shahrullah, the month of Rajab is for Allah subhanahu wa ta'ala. Allah doesn't need that. But it is for us. He is offering us on a golden plate a month that if you do ibadah in it, you will be successful. When he say Rajabun shahrullah, means any ibadah you do in that month, it will be raised by Allah subhanahu wa ta'ala directly. Not by angels. Rajabun shahrullah. Wa rajabun thalathatu ahrufin. Farra'u rahmatullah. The first letter is Allah's mercy on us. Wal jim juduhu alayna. His generosity is on us. The letter jim. Wal ba, the letter ba is burruhu alayna. Is to give us birr, favor to us. لِأَنَّ الرَّحْمَةَ تَصُبُّ فِيهِ صَبًّا. That's why he was called Rajabun Shahrullah. Because the Rahmah will go directly in that month, directly with no any angels to carry it. وَأُسْمُهُ الْأَصَمُ. And Allah called him Rajabun Shahrullah Al-Asam, means does not hear anything. Because fighting in this month is not allowed. Even fighting with your brother and your sisters and your relatives and your neighbors, forget about wars.
Even that fight is not accepted in Shahr Rajab. Allah will ask the month of Rajab, what my servant has done for me, Ya Rajab? What in that month? Because all of us, we witnessed that month that passed Rajab. Allah will ask Rajab. Sha'ban, we are in Sha'ban now. Allah asking Rajab, what my servant has done for me? And the answer is that إن رجب يرفع إلى الله تعالى إذا انقضى فيسأله الله تعالى عن عمل عباده فيسكت. Allah will ask شهر رجب, the month of Rajab, what my servant are doing? Tell me. Allah doesn't know, knows, but He wants us to know. Because عمل goes directly. And Allah say to him, tell me about what they are doing. فيسكت. Look, adab. He doesn't answer. ثُمَّ يَسْأَلُهُ ثَانِيًا فَيَسْكُتْ. Then he will ask him another time. And he keeps quiet. ثُمَّ يَسْأَلُهُ ثَالِثًا. Then he asks him third time. And he keeps quiet. ثُمَّ يَقُول. Because three times he didn't say anything, then he wants now to defend us. ثُمَّ يَقُول. يَا رَبْ. أنت أمرت عبادك أن يستر بعضهم بعضا. You ordered your servant to not to expose each other, to veil each other if they do something wrong. وسماني نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الأصم فأنا الأصم. And Prophet called me the one that doesn't hear. And I don't hear. But فأنا الأصم سمعت طاعتهم. But I heard their worshipness. دون معاصيهم. I didn't hear their sins. I heard only the good side of them. I don't want to hear the bad side. فيغفر الله عز وجل لي للأمة المحمدية. Allah will forgive because of شهر رجب, شهر الله. وكيل رجب لاستغفار الذنوب. Allah has made رجب for forgiveness from sins in order to prepare us to شعبان and in order to prepare us for Ramadan. وكيل رجب شهر التوبة وشعبان شهر المحبة وَرَمَضَانْ شَهْرُ الْقُرْبَةِ. It is said that Rajab is the month of Tawbah, forgiveness. وَشَعْبَانْ is the month of love. That's why Prophet used to say شَعْبَانْ وَشَهْرِ. He loves that month. وَرَمَضَانْ شَهْرُ الْقُرْبَةِ. And Ramadan is the month of nearness. That the abd will be near Allah subhanahu wa ta'ala when he say as-sawmu li wa ana ajzi bih. Fasting is for me and I will reward my servant for it. No one can interfere. It is said by many scholars on the Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi kitab Nazhat al-Majalis قال من صلى أول ليلة من شعبان 12 ركعة يقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد 5 مرات أعطاه الله تعالى ثواب 12,000 شهيد. Anyone who pray 2 rak'at when the beginning of Sha'ban comes in and now 15 of Sha'ban is coming in and he recite in the first rak'ah Fatihatul Kitab the Alhamdulillah and then kul huwa Allahu ahad 5 times, Allah subhanahu wa ta'ala will give him the benefit of 12,000 shaheed. وَخَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. And he will come out of his sins as if he was newly born. So that's rahmatun lil ummah. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us a chance in order to do that. ولا يكتب عليه خطيئة إلى 80 يوما.
and nothing will be written on them, on him, from sins for 80 days. I will mention a story that it is in Nuzhat al-Majalis and in Rawdat al-Afkar, that Sayyidina Isa alayhi salam marra Isa ala jabalin fara'a fihi sakhratun bayda. Sayyidina Isa alayhi salam, he likes to go in the desert or in the jungle, siyaha, journey, like all prophets. He was in his journey, fara'a fihi sakhratun bayda, he found a huge white stone, very clean, white. Fatafa biha Isa, and he circumambulated around it. He turned around and looking at the stone, how nice it is. وَتَعَجَّبَ مِنْهَا, and he got astounded. What this white, beautiful rock in the middle of nowhere, sitting there. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ, Allah revealed to him, and تُرِيدُ أَنْ أُبَيِّنَ لَكَ أَعْجَبْ بِمَّا رَأَيْتُ, do you want me to show you more, to be astonished, to be surprised more? And Sayyidina Isa said, قَالَ نَعَمْ, yes, I like to see that. فَانْفَلَقَتِ الصَّخْرَ, the stone opened, like the three men who there in the cave, they were in the cave in the time of Prophet, mentioned that hadith, that the cave was closed by a rock on them, and everyone was telling his best story, what he worshipped Allah, and the stone opened and they were able to come out. So when Allah told him, do you like me to show you more than that, to be surprised? He said, Na'am ya Rabbi. فانفلقت الصخرة عن رجل بيده عكازة. The stone opened and a man sitting there with his cane, خضراء, green cane. وعنده شجرة عنب, and beside him a tree of grapes. It is more astonishing how a tree of grape is living inside the stone, and how that man is living inside the stone, because he said it's falakat, broken, and they appeared. And the man said to Sayyidina Isa, Ya Isa, by his name directly. Sayyidina Isa surprised more and more, how he know my name? فقال هذا رزقي كل يوم. He said, this is my Allah sent to me. I don't care for dunya. I care only for akhirah. And those who cares for akhirah, Allah will give them their rizq inside a stone. And we are running after dunya like as if we didn't see it. We want to get it all in our pockets. We are not thanking Allah subhanahu wa ta'ala that He gave us a head, eyes, ears, nose, to say La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. He gave us a tongue to keep zikrullah. He gave us a heart to keep zikrullah. That man is worshipping Allah in that stone. And Allah bringing His rizq inside the stone. Don't be astonished. These are anbiya, prophets. Allah give them signs because their life is for Allah subhanahu wa ta'ala. But our life is for ourselves. We are not living for Allah subhanahu wa ta'ala. We are weak servants, helpless. We try, but we cannot be like them. But we can take examples from their stories. هذا رزقي كل يوم فقال كم تعبد الله في هذا الحجر. منذ كم سنة تعبد الله في هذا الحجر. Since how many years you are worshipping Allah in this stone? He said, فقال منذ أربعمائة سنة. I am in that stone 400 years.
Before Ummat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam and Ummat Bani Israel up to Sayyidina Isa, they used to live long. Now it's not like that. فَقَالَ عِيسَى يَا رَبِّ. He was surprised. That man is depending on Allah completely. Allah is sending food for him. He said, Sayyidina Isa, Ya Rabb, مَا أَظُنُّ أَنَّكَ خَلَقْتَ خَلْقًا أَفْضَلَ مِنْهُ. I don't think you have created better than him as a creation, as a human being. And Allah subhanahu wa ta'ala revealed to him, لَا يَا عِيسَى, don't say that. فَقَالْ يَا عِيسَى مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ نِصْفِ مِنْ شَعْبَانِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بِرَكْعَتَيْنِ فَهُوَ أَفْضَلٌ مِنْ عِبَادَتِهِ 400 عَامٍ. Whoever pray 2 rak'at in the month of Sha'ban, because it's the month of Prophet Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. You were the best ummah that has been sent to humanity, Ummatul Nabi صلى الله عليه وسلم. Allah granted us all kind of mercy, all kind of forgiveness. Even we are not doing enough, Allah is granting us, granting the Ummah, everything for Akhirah ready for us, inshallah, in paradise. Whoever pray 2 rak'at in Sha'ban, especially in the 15 of Sha'ban, min Ummat al-Nabi, fahuwa afdalu min ibadatihi 40 am. It's better than his worshipness of 400 years. That doesn't mean that we have to show, be proud of ourselves. Allah is giving us that because he makes us from Ummatul Nabi. That the honor for Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah honoring Prophet for his Ummah, to pray 2 rak'at and giving them ibadat. سائر الأمم بأربعمائة عام. He honored أمة النبي more than he honored all other أمّة because of سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. That's why وأن لو بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. When they are oppressor to themselves, the only gateway out is to come to you, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, as Allah said in Holy Quran. So the honor is for Prophet. To Allah forgive us is through the honor of Prophet. وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ. They will ask forgiveness and Allah will forgive them, and Prophet will do on their behalf forgiveness and Allah will forgive us. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us. And many shuyukh, they said, كان الصالحون يحافظون على صلاة التسابيح في شهر شعبان. Allah in the day of judgment will ask us, did you pray صلاة التسابيح? As Prophet has mentioned, صلاة التسابيح, he showed it to his Sahaba. Even one time in your lifetime, you pray صلاة التسابيح, you get paradise, inshallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المستغفرين فيا فوزا للمستغفرين أستغفر الله. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه, فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه, صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الناهي أمته عن دار الجحيم, مفخر العرب والعجم, مولانا ومولى العالمين المحترمين سيدنا أبي القاسم محمد. يا أيها المشتاقون نور جماله والمحتاجون شفاعته, صلوا عليه, صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين, إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين, إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة الثامة، صلاة القائمات محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العليا، وأعط اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير على رسولنا صلوات استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانك عظيم سبحان الله على نعمة الإسلام وشرف الإيمان دائما الحمد لله تعالى شأنه ولا إله غير الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ربنا الله